الوطن تنفرد بتقرير رسمي حول تفاصيل معاهدة السلام مع إسرائيل لا تتضمن بنود سرية. أهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي الوطن في كل مكان، نشاط إخبارية جديدة نقدمها لحضراتكم من منصاتنا الإلكترونية والوطن لايف، فأهلا بكم. إذا أردت أن تدرس وتفحص وتدرك الجوانب الخفية وأسرار إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فلا بد هنا من الجمع بين ثلاثة أطراف رئيسية صنعت تلك المعاهدة، بداية من القيادة السياسية للبلاد وصولا لمسؤولي وزارة الخارجية المشاركين في المفاوضات وإبرام اتفاق السلام نفسه، وصولا لكبار القيادات العسكرية التي كانت شاهدة على كل أطراف المفاوضات، وهو ثالوث لم يجتمع علنا أو تظهر مناقشاته ونتائج مباحثاته للعلن. وتنفرد هنا الوطن بتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء هذا العام بالتقرير الكامل لمجلس الشعب المصري، والذي ناقش وحلل جميع جوانب معاهدة السلام مع ثالوث المفاوضات وإبرام المعاهدة أواخر سبعينيات القرن الماضي، فضلا عن 13 وثيقة ومستند تشكل جوهر معاهدة السلام، والتي تكشف الوطن هنا من خلالها الكثير من التفسيرات التي تظهر للعلن لأول مرة في جوانب اتفاق السلام المصري الإسرائيلي، والذي أكدت خلاله أنه لا يوجد أي بنود سرية في الاتفاق حسب ما أثير بعد توقيعها. التقرير أكد أن إسرائيل رفضت الانسحاب الكامل من سيناء بعد حرب أكتوبر، وأن الرئيس الراحل محمد أنور السادات تعجب من مماطلة إسرائيل لعقد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط بجنيف، وقال مش هستنى 25 سنة عشان أرجع أرضي. وبعد مواقف مصرية برفض المماطلة الإسرائيلية، تدخل الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لتجرى هنا مفاوضات كامب ديفيد تمهيدا لعقد المفاوضات العسكرية والسياسية وإبرام معاهدة السلام بين البلدين. وشدد التقرير هنا على أن المفاوض الإسرائيلي حول استغلال والتشبث بمبدأ التوسع. وشدد التقرير هنا على أن المفاوض الإسرائيلي حاول استغلال الأرض والتشبث بمبدأ التوسع والاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وأن الجهود الدبلوماسية والضغط الدولي أدى لإتمام الانسحاب. وكشفت الوثائق عن اتفاق الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع المسؤولين الإسرائيليين على استبعاد فكرة الاستيلاء على الأرض من أجل الأمن، مع البحث عن الأمان للجميع في ظل أوضاع عادلة. وردت الوثائق على أبرز الاستفسارات بشأن معاهدة السلام، مشددة على أنها لا تمس دعم مصر للأشقاء حال العدوان الإسرائيلي عليها، لافتة هنا إلى أن السعودية والأردن غير ملزمين بما تنص عليها الاتفاقية، وأن الاتفاقية تشمل شقا ملزم بالحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وأوضح التقرير أن مصر ألزمت إسرائيل بسوابق تاريخية للسلام، منها تصفية المستوطنات الإسرائيلية في سيناء والانسحاب من الأراضي التي احتلتها، مشيرا إلى أن مصر حققت 7 مكاسب من إبرام معاهدة السلام، مشددا على أن مصر لم تفرط في حبة رمل من أراضيها، وأن معاهدة السلام لا تؤثر على قدرة القوات المسلحة على تأمين سلامة الدولة والقيام بمهامها المقدسة. في ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لحضراتكم، تقبلوا تحياتي أنا هبة سعيد وفريق العمل المصاحب لي، وتبقى دائما التغطية مستمرة من الوطن لايف. دمتم ودام الوطن.